السلطات المحلية لولاية الطرف وفي إطار القضاء على سكن الهش في إعادة ترحيل وإسكان 22 عائلة من موقع في الداوي صالح ببلدية الشبيطة مختار إلى سكنات لائقة على مستوى ذات البلدية، حيث أعرب العديد من المستفيدين عن فرحتهم. التغطية لهشام قسمي. وين كنا وين صبحنا، ونشكر السلطات اللي رانا فيها أعطوه لنا السكنات، وما كنتش نحلم بها خلاص، وتمنيت السكنة هاني جيت للسكنة وكنت في الهش. الهش يعلم بينا غير ربي. كنا عايشين في غبنة كبيرة والحمد لله هذا ونفرج علينا ربي، احنا درك ونستفدنا والحمد لله يا ربي الحمد لله. قد مست 22 عائلة كانت تقطن بهذه السكنات الهشة القديمة التي أحصيت في 2007، وإن شاء الله عملية الترحيل راهي جارية إلى سكنات لائقة جديدة.